بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، وياكم المهندس أسامة، وإن شاء الله اليوم راح ناخذ درس جديد من دروس برمجة متجر التطبيقات. إن شاء الله اليوم راح ناخذ شلون نضيف السلايدر للموقع. شنو السلايدر؟ السلايدر هو عبارة عن شريط متحرك بصورة واحدة تصير بأعلى الموقع وتاخذ دائما حجم كبير من الموقع. فائدتها انه تبرز الشغلات اللي تريدها داخل اليوزر يشوفها داخل الموقع. يعني مثلا خلينا ناخذ المثال، انا عندي مثلا مجموعة من التطبيقات، اريد فد 3 تطبيقات او 4 انه اليوزر اول ما يطلب الموقع يشوفها او يقرأ فد اعلان عنها. مثل ما اشوف السلايدر يكون بهالصيغة، هو عبارة عن صورة كبيرة تاخذ مساحة كبيرة من الموقع، او ممكن تكون بهذا الشكل انه فول سكرين للشاشة وتقلب. طبعا انواع السلايدرات كلش هواية. انا هالدرس ان شاء الله راح اشرح البوست تراب سلايدر لان هو ابسط شيء بالشرح، وان شاء الله بدروس متفرقه راح اشرح مكونات المواقع وشون احنا نضيفها للموقع. اول شيء نروح لموقع البوست تراب ونروح على خانه الجافا سكريبت. خانه الجافا سكريبت ننزل لي جوا نلقى شيء اسمه كاراسل. كاراسل منافسها اللي اخذناها احنا بالدرس الفات. الكاراسل هنا هي السلايدر نفسها، لان الكاراسل هو ممكن يكون سلايدر. بدل ما اخلي اني مجموعة ايتمات داخل الصفحة اقدر اخلي ايتم واحد بس. فاحنا الكاراسل اللي اخذناه بالدرس الفات ممكن نسوي سلايدر، ممكن نستخدم البوست تراب سلايدر، لانه البوست تراب سلايدر سهل بي انه ما يحتاج انا اتعامل ويا جافا سكريبت. يعني كل التعامل اللي عندي كله يصير HTML. فهذا هو الكود الخاص بال السلايدر. ناخذه كله كوبي نروح على صفحة مالتنا الاندكس. بالاندكس احنا بالدرس الفات خلينا مكان الها السلايدر، قلنا تاخذ فول سكرين. نخلي الكود هسه اللي اخذناه من البوست تراب، هذا هو الكود الموجود. يبدي بديف اي دي، طبعا كل سلايدر له اي دي حتى اتعامل وياه راسا بدون ما يعني احتاج الجافا سكريبت. السلايدر يكون كلاس سلايدر كاراسل سلايد. هذني اول شيء الانديكيتورز. الانديكيتورز هي شنو؟ هي مثل ما اشوف هنا بالصوره، الانديكيتورز هي ذني الدوائر اللي جوا اللي تاشر موقع الصوره الحاليه. يعني الصوره الثانيه مثلا تاشر مشتغله، الصوره الثالثه مشتغله وهكذا. فهذا يسموه الانديكيتورز. فالانديكيتورز هنا على شكل ليست وتشير الى انه يا سلايد راح يروح مثلا داتا 0 1 2. يعني هسه عندي هنا 3 سلايدات معروضه، والانديكيتر الاول هو الاكتف فهو حيشتغل. طبعا انا شارح السلايدر بدروس البوست تراب، اذا تريد تراجع دوره البوست تراب موجوده بالقناه. هنا هذا الديف الموجود هنا هو الكاروسيل انر اللي هو حيكون بالايتمز اللي خاصه بالسلايدر. الايتمات اللي بالسلايدر تبدي بديف كلاس ايتم، مثل ما شفنا كلاس ايتم. يعني هذا هو ايتم واحد، هذا هو ايتم اثنين. الاكتف معناها السلايد اللي راح يبدي بيه هذا السلايدر. فمثل ما نشوف احنا هذا الايتمز، هاي النجوم يعني معناها تكرار. نبدي على اول ايتم. فالاول ايتم بيه صورة، الصورة السورس مالتها. انا محضر لمجموعة صور، احنا نقدر ناخذها بعدين من داتابيز، بس هسه للسهولة خليت انا مجموعة صور داخل فولدر اسمه سلايدر وخليتها داخل الالت ما يأثر. خلينا نسميه سلايدر واحد. الكابشن هو الكتاب اللي راح تصير على الصورة. يعني شلون؟ يعني مثل ما نشوف هسه هنا السلايدر، هذا هنا اكو كتابة، معناها هذا هو الكابشن اللي خاص. هذا السطرين هو الكابشن الخاص بالسلايدر. فهنا الكابشن ممكن انا اخلي اي شيء موجود، يعني هذا اكتب مثلا H1 سلايدر واحد وهكذا. باقي الايتمات تتكرر نفس الشيء، بس نحذف الاكتف من عندها لانه الاكتف بس على واحد يصير لازم. فالايتم الثاني خلنا ناخذ هسه ذني كلها كوبي. هذا الايتم الثاني نحذف الاكتف. عندي الصوره الثانيه سميتها S2، خلنا نكتب سلايدر 2 مثلا سلايدر 2. الايتم الثالث فسا السلايدر مالتي بي 4 صور. بما انه عندي 4 صور انا لازم الانديكيتورز يصير على عدد الصور. يعني هنا عندي 1 2 3 وانا عندي 4 صور، فلازم اضيف
واحد رابع اللي هو يشير الى 3. قلنا لهنا التارجت هو نفسه الاي دي هنا، يعني ايش مكتوب هنا لازم تلقاه بالتارجت موجود هنا. الكنترولز هي النكست والبريفيوس، هي الاختيارات اللي على الصفاح اللي حتكون انه تقلب بالصوره اللي وراها او ترجع للصوره قبلها. نعوفها على الديفولت مالتها، بس ننتبه على الاتشرف هنا لازم يكون نفس الاي دي الخاص بالسلايدر مالتنا. هسه نجي نشوف الموقع مالتنا شلون صار شكله. لاحظ هذا هو السلايدر الرابع، السلايدر الاول، ثاني، ثالث. راح تقولوا ليش الصورة مو كاملة؟ لانه الصورة اللي انا مختارها اصلا صغيرة، ففي حال انه انا اردت الصورة تاخذ المساحة كلها، فعلى الصورة اضيف في الستايل العرض مالته مثلا 100%، وعممها على باقي الصور. هاي شغلات ال HTML وال CSS. سأسوي ريفرش، نلاحظ انه كبرت الصورة واخذت المساحة كلها. سلايدر الثاني، ثالث، رابع، وهكذا. تلاحظون السلايدر شلون ضاف فد جمالية للموقع، انه فد شي عرض لي اني عرفت انه هنا اكو مجموعة من التطبيقات المميزة لليوزر، وجوا اكو تطبيقات الموقع الاعتيادية. اذا اريد اخلي كل صورة تكون عبارة عن لينك، فعادي مجرد انه انا اضيف اللينك موجود قبل كل صورة، يعني كأنما عادي مثل HTML. بس الصورة الرابعة راح تكون هي عبارة عن لينك، السلايدر الرابع حيكون عبارة عن لينك. تلاحظون هنا الصورة ما اقدر ادوس عليها، الثالثة هم ماكو، بس الرابعة انا اقدر ادوس عليها بأي مكان وتوديني على التطبيق. اداة اسويها برمجيا طبعا مثل ما اخذنا بالكاروسيل، مثل ما تشوفون هنا هم اخلي فد كود معين ياخذ مثل من الفايلز. بدل ما اعرض الفايل ايكون اعرض البرومو، احنا قلنا كل فايل ببرومو وبايكون، فاقدر انا اخلي بدل الايكون اخلي البرومو، يعني نفس الكود هذا اقدر نفسه اخليه لي فوق واطبق عليه انه يعرض لي الايتمات من الداتابيز. بس بما ان احنا البرومو كلها نفس الشيء، يعني مثلا لو تلاحظون يعني كل الصور نفس البرومو، فحاليا راح استغنى عن هاي الخطوة واسوي سلايدر في الشيء الثابت صور من عندي. هنا انت درسنا هذا اليوم درس حلو وخفيف، بس طاف لي جمالية للموقع. اي سؤال اي استفسار تقدرون تطرحوه بالتعليقات او على صفحتنا بالفيسبوك. لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة. تحياتي لكم، مع السلامة.